السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد محمد أشرف المرسلين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا يعني كيفية قياس كومون تيستي أن ديود زينر. العلامة ديالها بحال هكا، هذه هي ديود زينر، فيها 7 سي جوج ديود زينر ديالها بحال هكا. يعني غنجيب الملتيمتر وغنديرها فاش في الفي دي سي، وغنديرها في اتجاه ديال الفان، يعني في كورون كونتيني ميزيغي افيك هذه 20 في دي سي. غنجيب البلوس ديال الملتيمتر، غنجيبو مع البليس ديال الديود زينر، ومن هنايا غنشانتي مع يعني في انشانتي مع ريزيستانس 1 كيلو اوم مقاومة. من هنايا درجة غتمشي البليس ديال الباتري 12 فولت، و الكوما اللي هو الموان ديال الميتيمتر غنجيبو الموان ناقص ديال الديود نيجاتيف ديال الديود، ومن هنايا غنجيبو الناقص ديال لاباتري 12 فولت اللي هو 0 فولت. من هنا غندير هذا الاتجاه، هذا فين غنديرو؟ غنديرو في الفان في دي سي 20، يعني في العشرين، غيعطيني من 3.81 حتى 6.18، يعني غنعرف بان هاد الديود اون مارش يعني خدامه. خصو يعطيك من 3.81 حتى 6.18، ال دو مو دوني سي ميزيغ 3.81 6.18، وهذه غنديرها دون لا ديريكسيون دو 20 في دي سي، غنديرها في اتجاه ديال 20 في دي سي في العشرين، وغنعبر بحال هكا. يعني الا عطاني بحال هكا لان الديود زينر راه خدام. دونك هو هذا هو كيف غنعاود عاوتاني، غنجيب البليس، غنجيبو مع البليس ديال الديود زينر ديال الملتيمتر، وغنجيب هنايا خيط مع هاد الرجل ديال ريزيستانس 1 كيلو اوم 1 كيلو اوم، ومن هنا غنجيب هاد الرجل، غنجيب البليس ديال لاباتري بطارية 12 فولت، والكوما اللي هو ناقص ديال الملتيمتر غنجيبو الموان ديال الديود زينر يعني نيجاتيف، ومن هنايا غنجيب ناقص الخيط هنا ديال الباتري اللي هو 0 فولت، وغنجيب الاتجاه ديال هادي في العشرين، هاي في الفان في دي سي، خاصها تعطيني من 3.2 متر 3.8 3.81 حتى 6.18، غنعرف بان هاد الديود زينر خدام. دونك هذا هو كيفاش كان تيستيو، يعني كنقيسو الديود زينر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.